تقبل الله صلاة الجميع. احنا نواصل الحصة متاعنا من حنا بال سبور، وين تنقلنا مع وتواصلت في الحقيقة هي المدة الأخرى زيارات سيد وزير الشباب والرياضة سيد طارق ذياب. المرة هذه تنقل إلى ولاية المهدية من أجل معاينة وتحسين المنشآت الرياضية بالمنطقة. نشاهدوا تقرير التالي جابنا فيه زميلنا فخر الدين ساسي من المهدية. تتواصل زيارات وزير الشباب والرياضة طارق ذياب إلى مختلف جهات الجمهورية للاطلاع ميدانيا على حقيقة الأوضاع المتعلقة بالمنشآت الرياضية والمؤسسات الشبابية بعد أكثر من 50 سنة من الاستقلال. المشاكل هي هي المنشآت، القاعات، الملاعب، حجرات الملابس، كل شيء معناتها مفقود في الجهة هذه. وإحنا زادنا بصراحة أقول لك حتى إحنا زادنا ما قمناش بواجبنا نحو الجهة هذه. إن شاء الله بعد الزيارة هذه إن شاء الله في 2013 تأخذوا حد. آخر هالزيارات شهدتها ولاية المهدية يوم الأربعاء والخميس، وين اطلع الوزير على الحالة المزرية اللي عليها أغلب المؤسسات بهالجهة، وتأكد بصفة لا تدعو للشك بأنه ليس صحيح بأنه كل المناطق الساحلية كانت محظوظة مثل ما يتبادر للذهن. تو تشوف معناها القاعة موجودة وكل شيء، لكن المشكلة بتاعها خاصة في الشتاء، في الفصل الفترة بتاع الشتاء معناها في أول مطر أوتوماتيكمون لي ماشاريتي ليكيبمون بتاع الصلاة لونترتيان تاعهم تصير. انت عندنا شبك البعض عنده 8 سنين و7 سنين نفس الشبكه، خدامه ترقع بالخيوط باش يصير الماتش. مناطق مثل السويسي وشربين والجم وبومرديس تفتقر الى ابسط المرافق الشبابيه والرياضيه، كما ان عده ميادين رياضيه وقاعات مغطاه بمدينه المهديه مثل مركب البشير عطيه ودار الشباب تشكو اهمال ونقائص عديده، كما ان عده اختصاصات لم تعد موجوده بعده نوادي على غرار كره اليد والملاكمه بسبب انعدام الفضاءات مثل ما حصل باتحاد قصور السيف. لابد اليوم باش نراجعوا انفسنا في الميزانيه، في الصيانه، في توظيف المشاريع وميزانيه البلاد نتاعنا في المستقبل، على الاقل في المشاريع الرياضيه اللي لازم تكون شبابيه زاد نفس الشيء. وزير الشباب والرياضه اكد عند اختتام زيارته بانه تم رصد ما يناهي 7 مليون دينار لولايه المهديه لتحسين البنيه الاساسيه لمختلف الملاعب والقاعات الرياضيه، وكذلك انشاء ملاعب ومنشات رياضيه جديده وخاصه بالمناطق ذات الاولويه. كما اكد الوزير انه الفتره القادمه ستشهد عدة إنجازات بكامل تراب الجمهورية، سيما أن ما هو متواجد حاليا لا يرتقي إلى تطلعات واهتمام الحكومة بقطاع الشباب والرياضة. البنية الرياضية بحسب اللي لاحظوا معناها نعتبرها رثة، معناها في حاجة إلى تدعيم كبير. طبعا هذه المعاينة هذه اللي باش نحاولوا نشوفوا شنو هي النقائص اللي ما تمش اعتمادها في ميزانية 2012، طبعا باش ندرجوها في 2013 ميزانية، باعتبار أنه تم حاليا على مستوى الوزارة مناقشة يعني تعداد لميزانية 2013. معناها نحب نقول وزارة الشباب والرياضة معناها بالنسبة لولاية المهدية معناها تسمى فما ما يقارب معناها مضاعفة وكان مش أكثر معناها الميزانية كانت مخصصة على 2011 و2010. كما كنتوا تشاهدوا نقص كبير ويظهر لي واهمال اكبر، ومعناتها ما فماش حتى صيانه في كل يعني المنشآت تقريبا بدون استثناء في كل مناطق الجمهوريه، وهذا يظهر لي شيء تفضل له سيد شباب وزير الشباب والرياضه سيد طارق ذياب. وان شاء الله تتحسن المنشآت الرياضيه بتاعنا في المستقبل من اجل بطبيعه عطاء الظروف الكل للشبان بتاعنا والملاعبيه بتاعنا انهم ينشطوا في احسن يعني الظروف. من كما قلت في بداية الحصة باش نحكيو على بعض أفراح الفرق اللي حقق الصعود نتاعها، والبداية باش تكون بفريق بن عروس اللي حقق الصعود نتاعه للقسم الثاني يعني الرابطة المحترفة الثانية بعد انتصار، وهو في الحقيقة انتصار معنوي كان جاء على حساب جمعية أريانا من أجل تأكيد صعود لفريق بن عروس. نشاهدوا بعض اللقطات من المقابلة ذي وأفراح يعني أحباء بن عروس وملاعبية بن عروس بصعود نتاعهم في تقرير زميلنا هيك المنتصر. وصلنا بتعب كبير برشا، الجواري تعبت، الستاف تكنيك الكل معناه يعطي الصحة وقف وقفة تستاهل باش واحد يشكرهم ويزيد يعطي فيهم الثقة أكثر وأكثر.
الحمد لله، اي انسان يتعب ولازم ربي سبحانه وتعالى باش يوفقه وكذا. بديتوش تخمموا في الموسم القادم وطموحاتكم في الموسم القادم؟ توا قاعدين نخمموا في جلسه خارقه العاده باش نعملوا القانون الداخلي بتاع الجمعيه من اول وجديد، باش نخمموا في انتخابات رئيس جمعيه جديد. في الجوله قبل الاخيره لبطوله الرابطه الثالثه، سبورتينغ بن عروس يفوز على اتحاد سليانه ويضمن الصعود في المرتبه الاولى، واجواء كبيره عاشها اللاعبين والاحباء. ضغط المحليين كان واضح من البداية، وفي أكثر من مناسبة هدد مرمى اتحاد سليانة ليكون الهدف بعد خطأ من الدفاع إثر تسديدة من هيثم الطالبي. اتحاد سليانة حاول الرجوع في المباراة لكن ما نجحش، بل بالعكس كاد أبناء بن عروس يضيفوا هدف ثاني في أكثر من مناسبة. في الشوط الثاني تحصل المحليين على ضربة جزاء مكن من تسجيلها حارس المرمى محرز الفضلاوي اللي كان نجم المباراة، فبعد تسجيله لهدف مكن من التصدي لضربة جزاء. محرز ساعة قده مركيد من بونتوس هذا اليوم باليوم البونتو الثامن إن شاء الله. بارك الله هدف معناته الجارديا وهدف الحمد لله. عمنا والأحداش السنة ثمانية وكالعادة الناحية زادة نشد بركة راف. لتبقى النتيجة على حالها في بقية المباراة وتنتهي بفوز سبورتينغ بن عروس 2-0 على اتحاد سليانة، وتنطلق الأفراح مع زافرة حكم اللقاء. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك 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 يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا. موسم بالرسمي تعب وضحينا بالكدي الحمد لله، انا في الافان لقينا الثمرة متاع النجاح متاعنا. نادي وساعة الترشح هذي للجماهير سبورتينغ بن عروس الكل، والكتب العام تاعنا مريض ان شاء الله ربي يشفيه. بن عروس عندها رجالها والحمد لله ربي رجعتها لبلاصتها، وان شاء الله تشوفهم خير. الحمد لله عندها دار، ما حتى كيف ما عملت علينا مزية ولا حتى حكم، هزيناه بالفير بلاي ونستحق، ورجعت بن عروس رجعت بن عروس لبقاتها. وان شاء الله حاب نشكر رئيس الجمعية والنائب نتاعو، ونحب نقول للجمهور بن عروس هذا انجاز لهم هم كل الشباب اللي عندهم طموحات بن عروس ولات في الاحتراف. بن عروس رجعت المكان الطبيعي نتاعها ونشكره، واللي خدموا واللي من عام 45 لتوا. هي كانت اكثر موتيفي، اما احنا يعني بحكم ضيعنا ماتش بوسالم تعادلنا غادي من الاربيتر برشا عوامل زوز نقاط، كنا نبقوا احنا في الكورس. اليوم نحن لعبنا الكره معناها شفت اللي ذات صغار عدينا سيزون به، فهمتني نخدموا المستقبل ان شاء الله، وان شاء الله الخدم افضل. فهمتني شفتوا عنا كيف مزيان برشا صغيره فهمتني، ومبروك على بن عروس صعود. بالطبيعة كما كنتوا تشاهدوا المقابلة جمعت فريق سبورتينغ بن عروس باتحاد سليانة، ومعذرة في التقديم متاعي كنت قلت اتحاد بن عروس وجمعية أريانا لأنه المنافسة انحصرت بين زوز فرق هذوما. وعلى كل حال نتمناو أنه جمعية أريانا تصعد في الموسم القادم. في الحقيقة فريق آخر وكبنا أفراحه بالصعود للرابطة الثانية هو فريق الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد انتصاره على موج منزل عبد الرحمن. نشاهدوا تقرير هذا مع زميلنا رياض الحمروني ولمحة على أفراح لاعبية وأحباء كما شاهدت في بن عروس أحباء الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة. الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة يعود من جديد للرابطة المحترفة الثانية قبل انتهاء البطولة بجولتين، وأجواء احتفالية عاشها ملعب عزيز الجبلة خلال لقاء الجولة الختامية اللي جمعت فريق السامبا بموج عبد الرحمن.
الشوط الأول عرف تسجيل 3 أهداف كاملة، ذي المثلوثي يفتتح النتيجة المحليين منذ الدقيقة 7 على إثر ضرب الجزاء. بعدها ب10 دقائق سفيان عذور يعد النتيجة الموز منزل عبد الرحمن. إصرار زملاء الدراجة على الانتصار كان واضح، الكاميروني رافائيل ينجح في تسجيل الهدف الثاني. الشوط الثاني كان شوط الفرص الضائعة، كم هائل من الفرص للملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة، لكن الحظ ما حالفش مهاجميه خاصة الكاميروني جاي اللي تفن في إذاعة الفرص واغلب المحاولات صديلهم بامتياز الحارس حسام الدين بوصندل. آخر اللقاء تمكن اللاعب وليد المزي من إضافة الهدف الثالث الفريق، ونهاية المباراة بانتصار المحليين في آخر مباراة لهم هذا الموسم في الرابطة الثالثة. الحمد لله يا ربي نخدم على رواحنا، فهمتني؟ معنا الانترينير اللي هو سي محرز الميلادي، انترينير كبير برشا وخدمنا بكده وربي معنا ووفقنا وطلعنا قبل 2 جولات الحمد لله يا رب. كان الاوبجيكتيف من النهار الاول اللي نسيتو فيه خذ الرئاسه الجمعيه، كان الاوبجيكتيف واضح وسريع اللي هو طلوع للناسيونال بي باش ترجع من زبرقيبه للموقع الطبيعي نتاعها. بالمناسبه نشكروا كل من ساهم معنا في الطلوع هذه وتعب معنا، ونشكروا زاده اللي حاول يعرقلنا خاطر زادنا اصرار وزادنا عزيمه بزدنا خدمنا. الحمد لله يا ربي تعبنا ما مشاش حرام. بالمناسبه هذه نادي سعود كامل جماهير مز بورقيبة وخاصة الحاج إبراهيم والحاج عبد الستار. خدمنا الخدمة اللي لازمنا نخدموها فهمني، والهدف الحمد لله خلطنا له، عملنا المهم، مازال أهم هو المانديا عام جاي وتكوين فريق باش تكوين فريق صلب باش يقعد المز بورقيبة عامين وثلاثة وأربع سنين القدام إن شاء الله. قمنا بالواجب وخدمنا وحاولوا وكملنا من الصعود متاعنا بسهولة تامة في الأخير. يبقى ناقص خاصة الجانب المادي ناقص شوية برشا صعوبات مادية، ما الحمد لله خدمنا من الأول عام مع سي شكري خدمنا خدمة كبيرة، ومن بعد جاتنا فترة فراغ بعد بقدوم سي معرض وتضافر جهود عدة أشخاص في منزل بورقيبة، ونشكر الببليك زيدا حتى مالجري ويكلو عاونونا ديجا للصعود. برشا صعوبات مادية واحدة، ما الحمد لله يا ربي فرحنا من زبرقيبة، فرحنا برشا صغار كورو، صحيح ما خديتش فرصي أنا ما شاء الله عام الجاي، المفيد فرحنا جمهور الباهي وكاو. ذكروا اسمه خميس، والله العظيم ما مش يوجو فهمني، ولد يخدم سوريا فهمني، وقلت ربي متروا منه كان الخير إن شاء الله. خايف على عام الجاي برشا مصروف وبرشا واحد، هذاك على الاشترافية يعني عندي تجربة ونغزر الفرحة صحيحة، أما نغزر القدام شنو اللي فما غدا قدام ان شاء الله الناس تعاوننا وان شاء الله تعاون الجمعيه، احنا قد يكون معناها نقعدوا في جمعيه وما نقعدوش، اما ان شاء الله اللي باش يجي يعاونوا الجمعيه ولا حبايه يعاونوا الجمعيه. ألف مبروك أيضا للملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد التحاقه بفرق الرابطة الثانية. توا كما كنتوا تسمعوا في الكتاب العام عهد الاحتراف بتبيع المساعدة مطلوبة والدعم بتاع الفريق بتاع منزل بورقيبة مطلوب من أجل أن تكون عودة بدون صعود بدون عودة للأقسام السفلى. مقابلة أخرى في الحقيقة كنا صورناها وكانت مقابلة مصيرية وحاسمة من أجل صعود أيضا في الجولة هذية، جمعت ستير فريق ستير جانزونا باتحاد بوسالم، لكن المفاجئ أن المقابلة ذي لم يكتب لها يعني أن تدور المقابلة ذي. نشاهدوا علاش ما دارش المقابلة بين ستير جرزونة واتحاد بوسالم في تقرير زميلتنا أمل الحداد. مباراة مصيرية في ملعب جرزونة تحاول من أجلها اتحاد بوسالم لملاقاة نادي المكان، عامل مشترك يجمع زوز فرق هو الانتصار ولا غير. جرزونة من أجل الصعود واتحاد بوسالم من أجل الانتصار وانتظار نتيجة ملعب سلينا.
أطراف المباراة كانوا الكل حاضرين، الحكام والزوز فرق، ولكن طال الانتظار وبقى الجميع في التسلل. والسبب الأمن غايب، علمنا السلطة متاعنا باش يتصلوا، كان باش يجي الأمن باش توقع المقابلة، إذا كان ما فماش أمن ما نجموش حسب القوانين ما نجموش نلعب. استنوا شوية. مازال فما فورمة توا للعبة؟ لا مساش نورمال، إذا كان يقولونا باش نلعبوا توا نلعبوا بعد. شوف مو شوف مو اللعبة مازال توا قريب الخمس. لا نورمال نجم نعاودوا نلعبوا. إذا بينا المقابلة تلعب خاطر فما ناس عمل دي ديبلاسمون وفما زوج مقابلات مربوطين ببعضهم، إذا باش تتأجل باش يوقع تأجيل باش تأجل زوج مقابلات مش مقابلة واحدة. هذول مش معقول، أنا مقابلة باش تدوم بعد ساعة. احنا كلاعبين محضرين معناها ستاف محضرين اللاعبين تاعنا، كان باش دور مقابلة احنا حاضرين، كان ماشي باش دور ان شاء الله في مناسبة أخرى. سكدو في كتفك وين ماشي ان شاء الله؟ نستناو هنا نشوفوا شنو هي قرر من الاربيتر، مانيش عارف سمعت يستنى في الديليغي شنو باش يشوف شنو هي صار في مفيده، اسكو باش نلعبوا ولا ما نلعبوش. نحن حاضرين انتم حاضرين خاطر سخنتوا انتم مرتين وتو ظهر لي دوش وقصدي الرب. لا لا مازلنا هنا نستناو، مازلنا حاضرين على ذمه الانترونور على ذمه الاربيتر انتم مو بري ان شاء الله يتلعب بالماتش ما يخسروش بوسالم ترونسبور. مش تأثر على أبو سالم أكثر منا، مش كون واحد معناه حقاني فهمني، احنا في ديارنا هما اللي مشاو وجاو وتعبوا، نعرفوا دي بلاسمون في السخانة المصاريف عندنا حبيبتي يعاونوا، ولكن التعب إرهاق إرهاق لم لا أراك الله تعب يسر، أما دي بلاسمون مش عملها حاجة لازم لازم. بالنسبه لنا احنا قعدنا عملنا الاتصالات نتاعنا، قعدنا نستناو، تعرف المقابله هذه فما مقابله اخرى في سليان يعني يلزمهم الزوز يا يتلعبوا زوز يا يتاجلوا زوز، قعدنا نستناو يعني صارت الاتصالات صارت الوقت ما فماش امكانيه باش رجال الامن يخلطوا والمقابله تدور، تاجلت المقابله. كما كنتوا تشاهدوا المقابله ما دارتش، وبطبيعه تعرفوا في الجولات الاخيره المقابلات الكل لازمها تدور في نفس اليوم وفي نفس التوقيت، وبسبب غياب الامن ما دارتش المقابله المبرمجه كما كنتوا تشاهدوا بين جرزونه والاتحاد بوسالم، ما يعني انه المقابله الثانيه اللي كانت ايضا مبرمجه بين فريق سليانه ونفيذه الرياضيه ما دارتش في انتظار بطبيعه، وتاجلت في انتظار تعيد موعد لاحق للزوز مقابلات هذوما من اجل معرفه الفرق اللي باش تصعد. احنا كنا موجودين الحقيقه في ملعب سليانة في شخص زميلنا هيكل المنتصر اللي جاب لنا صورة تالية بعد مع تأجيل المقابلة ذي. مباراة اتحاد سليانة وانفيذة الرياضية كان رهانها صعود للرابطة المحترفة الثانية بالنسبة للانفيذة الرياضية، واللعب على الميثاق الرياضي بالنسبة لاتحاد سليانة. نجم نقوله ساقين لهنا والمخ في جرزونة. بطبيعة الحال احنا ان شاء الله باش نعملوا على علينا، كان جات حاجة من جرزونة ان شاء الله باش نحبوا احنا باش نلعبوا ماتش وين باش نربحوا، نحاول نعمل الماكسيموم باش نربحوا. بالنسبة لاتحاد سليانة اللعب على الفير بلاي وكاو. بطبيعة نلعبوا على الفير بلاي، ما غير حسابات ما غير حتى شيء. نلعب ولا اسم اتحاد سليانة وكاو. كل الأمور كانت تسير بشكل عادي إلا أنه الأخبار القادمة من ملعب جرزونة وتأخير اللقاء هناك كان لها الأثر على ملعب سليانة. الأسباب نتاع التأخير ظهر لي مرتبطة بملعب جرزونة. صحيح المعلومة وصلتكم دونك. أكيد دونك يلزمنا نستناو بداية المقابلة الأخرى باش تدور في نفس الأوقات بعيد عن كل التأويلات. وقداش ممكن تبقى وتترقبوا ونعرفش؟ نترقبوا احنا تو في تنسيق تام مع الإدارة الوطنية ومع لي ديليغي الموجودين في المباريات.
فهمت، نستناو السينيال نهبطوا نلعبوا على رواحنا. قاعدين نستناو في لا ديسيزيون تاع الرابطة، وماتش عادي غير الناس تهول في الامور. احنا ديجا ما نجموش نلعبوا ماتش هذا والماتش الاخر ما يتلعبش، دونك هما الزوز يلزم يتلعبوا فرد وقت. وماك تعرف توا جمعية تلعب على طلوع ومن غادي زوج جمعيات تلعب على طلوع، لازم تكون ثم الاسبري سبورتيف، عاد الناس كل تلعب وتتقبل الوضع وتتقبل الهزيمة ولا الربح. فهمت كومنت معناتها يقعد ديما سبور سبور، معناتها كيف تطلع وكيف برك مش تطلع وكيف والاخرين مش يقعدوا دونك زيد. الانتظار تواصل تقريبا الساعة والاعصاب كانت هادئة رغم الرهان المهم، وحتى الضحكة كانت موجودة وبالاساس مع حارس المرمى فؤاد سويلم. هنا عمري ذا هو عن انترينير نورمال، قلبه طيب فهمت، صافي بليزير، هذا هو جون فيذا كلمتين هذوكم هم. ليأتي بعدها القرار بتأجيل المقابلة. ظهر لي الخبر في التليفون توا جاء الصحيح، معناته توا كلمونا من الإدارة الوطنية للتحكيم نظرا لاستحالة أن تدور المقابلة الأخرى في زرزونة، فتم ونظرا لحرص الإدارة الوطنية للتحكيم أن المقابلات نظرا للأهمية اللي فيهم باش يدوروا في نفس الوقت في نفس اليوم، فباعتبار الأخرى توا جاتنا تعليمات باش نلغيو المقابلة، ستؤجل عند معناها لتاريخ آخر تختاروا لازم تبطلوا الكاس. نشوف فيك أني محتاج معناها. إيه خاطر فما بروبليم صار، كنا نحن تروازيام. ودهماني تلعب عندها 3 بوان تفهم فيها، معناتها جورنيه كانت امريكا هاكي معاك شلقوا اللي كوني الدهماني سفيني، معناتها ما عادش فما تيع، عطاو 3 بوان بوسالم عملوا لها الماتش من الاول، الرابطه وافقت اللي كونها الماتش 3 بوان خذتها من الدهماني، علاش يعاودوا في 3 بوان وكان ما يصيرش الشيء هذا، تعبونا معاهم ديبلاسمونات وشارج على الجمعيه. تزي حروج طبق قانون لازم نلعبوا نفس التوقيت باش نحترموا الميثاق هذاك. نحن اليوم حبينا نلعبوا وماك تعرف معنا بالنسبه للجمعيه الرياضيه في القسم الثالث معناها المصاريف برشا، واذا كان معناها باش تتواصل المصاريف بطبيعتها، معناها حبينا بما ان نحن لا نلعبوا على لا على الصعود لا على النزول، حبينا معناها اليوم في بدايه ينتهي كل شيء ونلعبوا المباراه نتاعنا معناها في بالميثاق الرياضي، الله غالب ظروف خارج على نطاقنا في بني هذيك حاجه اخرى. بطبيعة ظروف أمنية ما كانتش أنه المقابلة هذوما يدوروا في الموعد نتاعهم، وتم تأجيلهم حسب يعني الرابطة إلى يوم الأربعاء القادم كموعد لإدارة زوز مقابلات هذوما والتعرف على الفرق اللي باش تصعد. احنا من القسم الثالث باش نمشيو لرابطة الهوات، نشاهدوا حوصلة لمباراة نادي نفطة وفريق المذيلة اللي تمكن من الانتصار على نادي نفطة 2-0 وتأكد رسميا من صعوده إلى القسم الثالث. ألف مبروك للنادي المذيلة الرياضية. شاهدوا صور الأفراح مع حسين الحيدوري. في لقاء رهان الصعود إلى القسم الثالث للزوز نوادي، نادي المذيلة من أجل النقطة لتحقيق الهدف المنشود، في حين نادي نفط المطالب بالانتصار ولا غير لمواصلة المشوار والمراهنة على الصعود. المباراة دخلوها زوز في رقب تخوف، الشوط أول كان عقيم وانحصر فيه اللعب وسط الميدان باستثناء بعض المحاولات من زوز فرق اللي ما شكلتش خطر على حراس المرمى. 45 دقيقة الأولى سلبية كان فيها اللعب عشوائي. في الشوط الثاني ركز أكثر نادي المذيلة، انتشار تكتيكي جيد على أرضية الميدان ومحاولات جدية أثمرت على زوز أهداف عن طريق كل من شكري الهنشيري وسامي شوية، كانوا كافين لصعود نادي المذيلة ودخل الفرحة على كامل الجهة، ومجهودات كبيرة تيلة الموسم كان وراها إطار مسؤول كفء ومدرب متميز ولاعبين جديين.
الكيب كاملة قاعدة تكور، ضحينا برشا، تعبنا برشا، تعرضنا لبرشا حكايات معناتها برشا معناتها كي نخرجوا لبرا نتعرضوا لبرشا مظالم تحكيمية تنظيمية اللي تحب عليه. الحمد لله يا ربي اليوم أصحابنا كانوا في المستوى، الحمد لله ربي جبنا في الصواب وتوجنا خدمة عام كامل وطلعنا الحمد لله يا ربي. هذه فرحة لأهالي المضيلة الكل وأهالي وهذا الانتصار هذا وطلوع هذا نهدوه من إبراهيم لندلسي رئيس الجمعية الآخر رئيس الجمعية عبد السلام هذا القايدي. صعود جانا في ظرف ونقول لكم بكل صراحة صعيب ياسر، تعبنا عليه كسواء هي مسيرة أو أحباء أو ملعبية، فرحة بكر الطلوع بكر الصعود خاطر ثم ناس ثم جمعيات قاعدة تجري ورانا وقاعدة تجري في الجمعيات الأخرى باش طيحنا باش ما نطلعوش نحنا. نقعد ديما في أجواء الأفراح والصعود متاع الفرق من النفطة نمشيو إلى بوحجر وين دارت مقابلة فريق الأهلي الحاجري وفريق اللوزة الرياضية، والانتصار والصعود كانوا من نصيب الأهلي الحاجري بعد انتصار بأربع أهداف كاملة. نشاهدوا أفراح الأهلي الحاجري بهذا الصعود مع زميلنا مالك ساسي. لأول مرة منذ تأسيسه النادي الحجري في الرابطة المحترفة الثالثة قبل جولتين من نهاية بطولة الهواة بعد انتصاره على جميع ملاحقيه تصدر ترتيب مجموعته ب 51 نقطة. بعد تأكد صعود كل من نصر قبلبة وأهلي بوحجر ونادي القصيبة قبل جولتين من نهاية بطولة الهواة فإن التشويق قعد للأخر فيما يخص المقعد الرابع، وكان المستقبل الرياضي اللوزي من أهم المترهنين على هالبطاقة، وكانت مباراة أمام الأهلي الحجري اللي جمعته به نار لحد بمثابة بوابة الرابطة الثالثة. يظهر لي تروى ويفصلون عن الناس هنا تروى حلم تستنى فيها هالي اللوزة كل يوم إن شاء الله تروى بوان نفرحوا جمهورنا ونفرحوا ونطلعوا إن شاء الله الناسو نرسي فهم الجولة كل الحمد لله الماتش هلا عنده يلعب خير يربح الماتش شوية أقل من 15 دقيقة لعب وأول فرصة سانحة للتسجيل ذي على فريق اللوزة بعد مخالفة لكن الكرة على القائم. الأهلي الحجري خرج للهجوم وضغط على دفاع الفريق المنافس في مناطقه وتمكن من الحصول على ضرب جزاء حولها سيف الدين بوزيد الهدف. أهلي بوحجر يواصل سيطرته وهدد مرمى فتحي بن حسن في أكثر من مرة لكن هالأخير كان في كل مرة حاضر قبل ما يتمكن توفيق عجاج في أواخر الشوط الأول من تضعيف نتيجة البحجر. الأهلي الحجري وصل سيطرته في الشوط الثاني ويفرض طريقة لعبه على فريق اللوزة وتفنن في تضييع الفرص اللي جاته بعد ما اطمئن على النتيجة. ربع ساعة في الشوط الثاني الحكم المساعد يوقف المباراة داعي أنه الجماهير تهجمت عليه ورمت عليه المقذوفات. بعد قرابة العشر دقائق من التوقف تواصلت المباراة وتمكن أهلي بوحجر من تسجيل هدفين أخرين في أقل من خمسة دقائق بعد ما خرج فريق اللوزة للهجوم وترك عديد المساحات، وهكا يمضي أهلي بوحجر على ورقة عبوره للرابطة الثالثة بربعية كاملة في شباك مستقبل اللوزة متصدر ترتيب مجموعته. والله الحمد لله احنا من أول العام بدينا خدمنا على رواحنا وربي معناه كان معانا مش ياسر جمعيات بالله عملت احنا خدمنا كورة ولعبنا كورة لين اخر ماتش راكم شفتوا نلعبوا كورة وكهو طوال السيزون وكما نقولوا تكافؤ جوارات الكوليكايا وتلمينا وجمعية ورئيس جمعية رئيس جمعية والانترينار والكوليكايا الجماعة الكوليكايا فهمتني ولا قدرة ربي حسن طلوع ومبروك علينا. متحسر ياسر على الخسارة خطر والله مجهود بتاع هيئة برمون خدمة وهيئة راهي ضعيفة أضعف هيئة في مستقبل رياضي باللوزة من اللي تكونت اللوزة 1982 وأنا كنت رئيس دونتو وتوني برئيس أضعف هيئة من لا شيء عملنا المستحيل وصلنا للمرحلة هذه وصلنا للعين وما شربناش ما هذا رزمه والله مش نبكي صدقني ماذا بيا زيدك هلا غلب تعبنا برشا سنة كورنا برشا أربع حد ريده مقوى علينا شويه وكوفقنا يا رب ان شاء الله عام الجاي نعاود نخدم نطلع عام الجاي فرحه الصعود كانت كبيره في بوحجر بعد اكثر من 50 سنه من الانتظار كما انها كانت مضاعفه بالنسبه للرئيس النادي اللي احتفل في نفس الوقت بحفل زواجه. المفارقه واني لحظه الوداع ديما تكون خايبه في نفس الوقت اليوم ودعت العزوبية ونبع لي يا ربي بنت الحلال اللي إن شاء الله باش نعيش معها أوقات سعيدة وبالرفاه والبنين وودعت زادة جمعية إن شاء الله اليوم
اللي كان وجود نادي الأهلي الحجري في قسم الهواة كان معناها صعب المنال في السنين المواسم الفايتة. السنة بفضل تضافر المجهودات طلعنا القسم وتنجيم اللي كان معناها حلم ممكن اللي إن شاء الله يمكن البلاد من مزيد البروز. إن شاء الله نكون قمت بواجب على تمواجهة تجاه بلادي وجمعيتي. ألف مبروك للأهلي الحجري يا سعود، وألف مبروك لرئيس الأهلي الحجري سيد سليم الفقيه بالحفل زفاف متاعه، إن شاء الله ألف مبروك عليهم الكل. كما كنتوا تشاهدوا رغم الظروف الصعبة متاع الأهلي الحجري شفتوا حالة الميدان اللي قاعد يلعب فيها، لكن الفريق تمكن من صعود القسم الثالث. إن شاء الله اللفتة يعني من أجل تحسين وضعية الفريق ذي. احنا بتبيع نعطيكم الفرق اللي صعدت القسم الثالث إلى حد الآن، بتبيع هي مجاز الباب، مستقبل واد الليل، سهم راس بل، نادي جريسة، نادي الحمامات، شبيبة العمران، النجمة الراسي، نادي شيمينو، أهلي بوحجر، نصر تبولبا، اتحاد قصيبة المديوني، نهضة جمال، هلال الرديف، المذيلة، أم العرايس وجلمة. بتبيعة ألف مبروك لكل هذه الفرق اللي حققت صعودها للقسم الثالث. في انتظار بتبيعة أنه نحاولوا أن نغطيوا كل أفراح متاع الفرق هذه في معناتها البرامج متاع القادمة متاعنا من حنبع السبور. احنا من الرياضات الجماعية باش نمشيو إلى الرياضات الفردية الآن، وباش نحكي على التنس، والبداية بكأس ديفيز للتنس اللي ترشحت على إثرها تونس للمجموعة الثانية. نشاهد وحوصل للدورة ذي مع زميلتنا سهير العبيدي، ثم نعود للبلاتو. احتضن نادي التنس بتونس تصفية كأس ديفيز ضمن المجموعة الثالثة الخاصة بالمنطقة الإفريقية بمشاركة 8 منتخبات إضافة إلى المنتخب التونسي من أجل زوز مقاعد في المجموعة الثانية. مستوى هالدورة ما كانش متكافئ، المنتخب الوطني يشارك السنة الفارطة ضمن المجموعة الثانية الخاصة بأوروبا وإفريقيا، ووجود مارك الجزيري اللي عرف مستواه التطور كبير إضافة إلى هيثم عبيد اللي كان مصاب خلى تونس تنطلق بأوفر الحضور. المشكلة اللي ليكيبيت ما عندهاش، ما تلقاش عندها أربع جوارات صحيح، تلقى عندها جوار باهي نيميرو 1 ولا نيميرو 2 فهمت. ونحن توا مع مالك الجزيري دخل في المال الأولانيين في العالم، معناتها عندنا إيكيب معناتها قوية، عندنا أربع جوارات نيفو باهي، معناتها مالك بيان سور نيفو آخر، وفما ثلاثة آخرين معناتها قاعدين نحاولوا نخلطوا عليه، وهذا اللي يظهر لي باش يعمل ديفيرونس معناتها كونتر لي زيكيب هذوما في الجروب 3. لو نيفو إيتي أسي ديفيسيل باسكو يافي دي بون بيي كامل كي جوي با مال، دونك أون با إيو لا شانس، أون إي فينالمون بور لو بلاي أوف أون إي تومبي سور لا تونيزي. Qui est au moins l'équipe favorite, quoi. Déjà, elle joue chez elle et plus les joueurs qu'elle a, déjà, c'est un gros potentiel. On ne mérite pas de jouer dans le groupe 3, mais on est en groupe 2. On est en groupe 2, on est un joueur d'expérience, c'est des jeunes, on est en groupe 2. نصف النهائي أمام المنتخب الإيفواري كان في المتناول. هيثم عبيد في المباراة الأولى يتفوق بكل سهولة على فالونتان سانون بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-0. مالك الجزيري في المباراة الثانية بدوره يتفوق على تيرونس نيجون بنتيجة 6-1 ثم 6-3. المجموعة الثانية فقد فيها الجزيري التركيز ومر بفترة فراغ أعطت الإيفواري أسبقية 3-1 قبل ما يعود الجزيري من جديد. تجم تقول سخن شوية، تجم تقول وبدأ يسرح في الكول، الكور كل دخلوله فهمت يعني في التيران. البليز امبورطون اني رجعت الماتش ومن بعد ماش حتى جو يعني جي كونترولي لا سيتوياسيون كيما يلزم. بعد زوز انتصارات المنتخب الوطني يتأهل للنهائي ويعود من جديد الى المجموعه الثانيه. كل المتابعين يراو انه تونس قاعده تلعب في مجموعه اللي هي في الحقيقه مش المجموعه نتاعها. رجعنا توا للمجموعه الثانيه افريقيا اوروبا، علاش لا ما نكونوش في المجموعة الأولى. مالك الجزيري اللاعب رقم واحد في تونس وبعد مشاركات مشرفة في التظاهرات الكبرى وخاصة لجرون شلام، تمكن من الوصول إلى توب 70 في التصنيف العالمي للمحترفين، إنجاز كبير للتنس التونسي. حاجة معناتها هيستوريك، وأنا نتصور اللي مالك نجم يعمل ما أحسن، واللي نحن صغار معناتها الحلم نتاعنا كان باش نلعبوا لجرون شلام، وإن شاء الله معناتها مالك يدخل في التوب 50. علاش لي في لي توب 20؟ ربح كل ماتش تاعه بكل سهوله، هو النيفو تاع الجزيري ما يلعبش مع هادو
وكتير عالي في المستوى. مالك je le connais depuis tout petit donc on a fait tous les tournois championnats d'Afrique junior les futurs les challengers pratiquement ensemble et je trouve que ben voilà quoi c'est vraiment on est fier tu vois parce que d'avoir vraiment un africain déjà dans le top 50 ou top 60 ATP c'est vraiment difficile. On a قاعدين نعيشوا مع مالك في لحظات تاريخيه احنا افضل اللاعبين نتاعنا ما كانوش يهبطوا تحت 300 ما كناش ندخل ال 200 دخلنا لل 200 كانت تاريخيه واليوم توجدنا في ال 100 ولا التاريخيه واليوم هبطنا يعني ل 80 وثم مالك مشينا معه تقريبا ل 68 في التصنيف الجاي اليوم عندنا مالك باش يلعب الالعاب الاولمبيه وقتاش في تاريخ تونس كان عندنا ملاعب في رياضه التنس باش يلعب الالعاب الاولمبيه يعني هذه أولى تاريخيا مسؤولية كبيرة يعني الحمد لله شفت توب 70 توا في العالم وكل شيء سي حاجة شرف لي وشرف لتونس إن شاء الله يعني مزيد قاعد الخدمة قاعد نخدم إن شاء الله تحضيرات قاعد نحضر مليح مزيد نقدم في الترتيب نتاعي في الاتي بي ان شاء الله يعني هذه خطوه الاولانيه بون ان شاء الله نحضر تو الاولمبياد ان شاء الله يعني دون 3 سيمين قاعد نحضر في تحضيرات منيح كوب ديفيس يعني سافي بليزير نلقاو جروب تونس اون جروب 2 يعني نتائج قاعد تبع الحمد لله ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب بالطبيعة إنجازات كبيرة للرياضة متاع التنس في تونس في السنوات الأخيرة قاعدين نحقق في نتائج على المستوى العالمي نتائج مشرفة مشرفة للغاية بقيادة لاعب التنس مالك الجزيري اللي دخل للجروب متاع المئة عالمين وذي حاجة مش سهلة تعرفوها الرياضة متاع التنس يلزمها بارشة خدمة على جميع المستويات احنا في حصتنا الليلة باش نغطيه أيضا رياضة أخرى هي رياضة الملاكمة وين باش تشاهدوا في التقرير التالي زميلنا خالد شوشان حوصلة للنهائيات متاع كأس تونس في الملاكمة معناتها ذكور وإناث وين عاد فيها يعني التتويج بالكأس للجمعية الرياضية العسكرية كما قلت مع الزميل خالد شوشان ضمت الجمعية الرياضية العسكرية بتونس الكأس إلى البطولة بعد سهرة شيقة احتضنتها دار الشباب بالمرسى وفاز منها الفريق العسكري بأربع انتصارات من جملة 9 نزالات في الأكابر والكبريات وقد تميزت هذه الأدوار النهائية بأجواء منعشة بفضل حسن التنظيم اللي سهرت عليه جامعة الملاكمة ونال استحسان الحضور خاصة عائلة الملاكمة أمبيونس كبيرة باهي احنا هذا هو اللي ناقصنا هالتنظيمات هذية والأورغانيزاسيون معناتها ونحبوا معناها الرياضة الملاكمة ونزيدوا نعرفوا بها زادة فما برشا اللي ما عندهمش فكرة عليها فهمتني وانتم يعطيكم الصحة اللي جيتوا تصوروا فهمتني واعطيتوا فرصة معناها للشباب هذا والملاكمين وكذا هي ديجا هذه وقت اللي تجي وتعدى في التلفزة واحد فما ناس ديارهم ما نجموش يجيو موتيفاسيون البوكسور الاخر متفرج فيه الاخر بو الاخر كذا الاخر خطيبته الاخر كذا يزيد معناها شحنة وكذا وشهدت هذه الأدوار صعود حكم وقاضية لإدارة إحدى النزالات لأول مرة في تاريخ الملاكمة التونسية وطني أول مرة شيء شرفني بيان سور وشرف عائلتي كأول حاكمة قاضية إن شاء الله العاقبة للبنات اللي معايا اللي اليوم توجوا إن شاء الله من هنا القديم إن شاء الله الأولمبياد 2016 إن شاء الله نكون حاكمة وقاضية دولية 9 نزالات بالتمام والكمال عرفتها سهرة الملاكمة 3 في الكبريات و6 في صنف الأكابر البداية بالملاكمة النسائية في وزن 51 كيلوغرام انتصرت مريم الحمراني من الحي الوطني الرياضي على مالكة الورتاني من المنيهلة الرياضية واحد يتعب يلقى أنا بطني 57 و 51 أصل بطني 58 أما اللي يتعب يلقى اللي يخدم على روحه يلقى في وزن 60 كيلوغرام تميزت حنان القروي من الحلبة النجوم رأس الطابية أمام سناء الحويجي من الزيتونة الرياضية ببلطة حنان القروي أبدت استيائها الكبير من جامعة الملاكمة دخلت البوكس الإنجليز على أساس باش نشارك في الجو الأولمبيك ربي يهدي في كلمة سبب اللي هو اللي حرمني من الجو الأولمبيك تاع 2012 شكون الأعضاء الجامعة الكل ما فيهم برشا مديرين وفنيين وكل شيء فهمت طلبت اني باش نهبط نعملوا تيستوات مع البطل اللي مشات اللي هي زميلتي ريم جويني ربي وفاها لا محاله فهمت لا صار ما حب يصير حتى تيست في ميزان 60 كونتري انا واياها ما فهمتش عليها عبد يطلع يلعب يشوف الجو الاولمبيك ولا شامبيون دو موند ما عملش تيستوات مع بنات بلاده ويقول لك في ستاج في المغرب ولا في الجزائر يعني في ستاج
آخر نزال في صنف الكبريات وزن 75 كيلوغرام، فاتن العيساوي من جمعية المنيه الرياضية تفوز بكأس تونس بعد ما قدمت عروض طيبة وتفوقت على منافستها فنيا وبدنيا، ولعل إيقاف الحكم للنزال خير دليل على كلامنا. كامل البارتيات بالتوقيف، بطولة تونس بالتوقيف عن جدارة، نستحق نلعب أولمبيك 75 كيلوغرام، لكن الجمعة التونسية للملاكمة تجاهلت فاتن العيساوي على خاطر صغيرة في العمر، على خاطر أسباب تافهة مش مقنعة. أما اليوم حبيت نوريهم فاتن إسكو تستحق تلعب في الأولمبيك ولا. في صنف الأكابر سيطرت بالطول والعرض الجمعية العسكرية بتونس كما تألق ملاكمو الحي الرياضي بالمنزه. أولى النزالات وزن 52 كيلوغرام، منتصر بوعلي من الجمعية العسكرية يفوز على أسامة البرقاوي من الحي الوطني الرياضي. في وزن 56 كيلوغرام بلال البغان من الجمعية العسكرية ينتصر على بسام السليماني من الحي الوطني الرياضي. وزن 60 كيلوغرام على أسهيلي من الجمعية العسكرية يتوج أمام بسام العوادي من نادي الرياضي لوحدات التدخل. ثامر الغيلوفي من الحي الوطني الرياضي في وزن 69 كيلوغرام يوضع حد سيطرة الجمعية العسكرية وينتصر على أيمن الماجري، كما نجز على منواله زميله عمر البحري في وزن 75 كيلوغرام وصد فرحة كبيرة. نشكر سعيمات زيان اسمه محمد ساكوحي تعبوا معنا برشا، نشكرهم هما والحمد لله واحد توج بميدالية ذهبية في السوق هذا. آخر نزال في وزن 91 كيلوغرام، الشاد للجامي من الترجي الرياضي ينهزم أمام وجد الفاسي من الجمعية العسكرية. فصيف عطلة واحد وفما ملاكمين عادي في الباك وملاكمين كملوا الأخرية معنا ما زالوا كيكملوا كنترول، ما همش معنا المستوى البدني ما همش معنا ما همش حاضرين كومي الفوق. الإدارة الفنية الموجودة ما هيش قاعدة تخدم في خدمتها، معناها صحيحة ما هيش قاعدة تنسق، مش قاعدة تستشير في الملاكمين، قاعدة تخدم وحدة، قاعدة تخدم مصالحها، قاعدة ما هيش لاهية في مصلحة الرياضة. الله رجعوا المجد معناتها للملاكمة، خاطر كان باش نكملوا هكايا راه معنا وين باش نوصلوا، الملاكمة توا تحتضر، كان باش نكملوا راه باش تطلع الروح وتموت. أجواء طيبة عرفتها نهائيات كأس تونس أكابر وكبريات الملاكمة اللي عودتنا دائما بإخراج أبطال، وإن شاء الله بالتوفيق لممثلي الملاكمة التونسية في أولمبياد لندن. الملاكمة تحتضر ذا إشقال المدرب المرموري، ويظهر لي برشا كما كنتوا تشاهدوا انتقاد للعمل متاع الجامعة التونسية للملاكمة وحتى للإدارة الفنية متاع جامعة الملاكمة، والمطلوب بتبيع حتى نقاط على الحروف وحتى كل واحد في بلاستو من أجل أنه كل رياضي مهما كان الاختصاص متاعه ياخذ حقه سواء بالمشاركة يعني في الألعاب الأولمبية كما كنتوا تشاهدوا في الملاكمة اللي اشتكيت من عدم دعوتها للألعاب الأولمبية، وإلا في المستوى العام متاع الملاكمة. بالطبيعة احنا كما كنتوا تشاهدوا الدور النهائي ذا في الملاكمة كان تعدى في المباشر على قناة حنابال، واكيد انه معناتها كل الرياضات كانت تتعدى يعني على قناة حنابال وما زالت تتعدى بدون استثناء مهما كانت رياضات فردية ولا جماعية. والتقرير بالطبيعة هو لزميل رياض الحمروني. احنا من الملاكمة نمشيو للأمة الألعاب ألعاب القوى، وباش نشاهدوا في التقرير التالي لزميلنا خالد شوشان المرة هذه حوصلة للبطولة الحوصل البطولة الوطنية لألعاب القوى كما قلت لكم مع زميل خالد شوشان. ألعاب القوى التونسية عرفت موسم متميز على الصعيد العربي والإفريقي وتتويجيت بالجملة اللي عدى إينا، وإن شاء الله يتواصل التألق في أولمبياد لندن 2012. خاتمة هذا الموسم البطولة الوطنية للفردي لجميع الأصناف اللي دارت في ملعب ألعاب القوى برادس، ورغم حرارة الطقس فإنه الأمور كانت كلها على العال. والله بالنسبة للموسم بصفة عامة كان نعتبر موسم ناجح نظرا لنتائج اللي حققوها الرياضيين نتاعنا على المستوى العربي والإفريقي، لأن العدائين هذوما بكلهم ينتموا للأندية من مختلف الجهات. إذا تحصلوا على ميدالية إقليمية وعربية وأفريقية إذا ندل على شيء يدل على الأندية قاعدة تخدم والموسم ناجح. تقريبا جل الاختصاصات كانت متواجدة وفنين البطولة كانت طيبة، والبداية بمسافات السرعة 100 متر ذكور وإناث تألق كل من بليل بن زيد من نادي الحرس الوطني وآية لكحل من الزيتونة الرياضية.
ماهيش كيما كنت انا نحبها خاطر عندي اكثر من شهر نترينا وحدي على بروغرام المخي وكهو الحمد لله كهو ان شاء الله سيزون الجايه تكون خير تكون خير من هكا وكهو. انا مدرب المنتخب والرياضي اللي قلت عليها هي موجوده في الدرب مع مدرب المنتخب. والله ثم كونكورونس يعني مالجري اللي ما ثماش ثماش لهوة بين جماعه سبرينت يعني دائما قناه حنا بار حبوا يعني نجموا ندير رئيس الجامعه باش تلعب سبرينت شويه خاطر عندنا دي تالون ومش لاهين بينا نجموا نعملوا مخي. مش اي عدا يفوز بالمركز الاول راهو ينتمي للنخبه. النخبه مربوطه بمستوى فني. رياضيين كثير اللي هما يجيو الاوائل لكن ما يشاركوش على مستوى اقليمي لان كل بطوله اقليميه ثم الاتحاد الدولي يحدد المستوى نتاعو سواء كانت عربيه او افريقيه. واحنا كجامعه الحمد لله قاعدين نحترموا في الشيء هذايا واي عدا يحقق مستوى ولا يشارك. وعمرنا ما حرمنا اي رياضي حقق المستوى المطلوب وما شاركش. في ال 400 متر زياد عزيزي اكد علو كعبه ويبرهن انه عداء من طينه الكبار لكن شريط العمل الجيد. كومبيسيون ثم هذه مش رساله قويه سيرتو واحد ما كمل شارك في بطوله افريقيا روح اكسبيرونس كبيره مع بيت ابطال يشاركوا في بطوله في لعبة أولمبية في لندن يروحون لهم برشا حاجات. في الإناث ورغم غيابها أكثر من 9 أشهر عن التدريبات فإنه سمية أبو سعيد كانت الأقوى وفازت بالسباق. بعد 9 شهور راحة عندي شهر من رجعت نترينا شهر نحضر 400 البار أولمبيك مع لون سبور باهي الوقت مش خايب 9 شهور روبو شهر وشوية انترينمون ان شاء الله ان شاء الله في الاولمبيك ان شاء الله نعمل حاجة في كاتسا. الى القفز بالزينة منافسة كانت كبيرة بين العدائات ورغم حصول على المركز الثاني فانه درة المحفوظي تميزت فيها الموسم رياضيا ودراسيا. والله عرفت نوفق ما بين الزوز جمت اسنا ركزت اكثر مع قرايتي الحمد لله معناها لوبجيكتيف اللي وصلت له اللي حطيت وصلت له كمان ما وقفتش سبور هكا مشيت شامبيون اغاب جونيور جبت ميداي دو مشيت شامبيون افريك سينيور جبت ميداي دو برونز والحمد لله هاني نكمل نترينا عام الجاي ستخا اوتر شوز معناها نكمل نرجع نترينا كوم يلفو ونكمل مع قرايتي زاد الحمد لله في الزوز. في القفز الثلاثي ياتي التالق من نادي السوسي في شخص العداء اسامه الحمادي. عملت بريمير بلاس تريبل ريزلتا باهيه وان شاء الله نكملوا في اللوتور حاجه باهيه. قداش بيرفورمانس بتاعك في التريبل سو؟ في التريبل سو 14-41. شنو هو التوالي ناقصك بزيد تحسن اكثر؟ والله شويه اونترينمون على شويه لهوه سافا يتعدى كل شيء. اخر السباقات خصصت للمسافات الطويله في ال 1500 متر اناث تميزت هيفا طرشون من الحرس الوطني وسيطرت على السباق من البدايه الى النهايه. الحمد لله يا ربي جيت لولا وبرغم حالة الطقس سخونة ياسر 46 درجة في تونس العاصمة أما الحمد لله جيت لولا ومشيت كورسة باهية. في الذكور عبد الرؤوف بكر من نادي ألعاب القوى بقفصة بعزيمته الكبيرة وقوته البدنية تمكن من الانتصار بهالسباق. والله هذه الفرحة هذه سرها كبير ياسر اللي زونتور تاعي تعبوا معايا بالكداه وعاونوني وقفوا عليا بالكداه كنت في طرابلس مغلق في مدينة عندراهم وهانا توجنا في وقت باهي برومي بلاس وان شاء الله من خير. في النهاية بالتوفيق لكل عدائينا ورياضيين اللي ان شاء الله باش يمثلونا في الألعاب الأولمبية لندن 2012. بالطبيعة هذا هو الرهان الكبير هي الألعاب الأولمبية لندن 2012 إن شاء الله كل واحد يمثل تونس في الألعاب الأولمبية يتحصل على أحسن النتائج وإن شاء الله بالطبيعة يعني الميداليات علاش لا نستناو من العدائين نتاعنا في ألعاب القوى ما دامنا نحكيو على الألعاب الأولمبية وعلى المستوى الدولي عرفنا اليوم تألق العداء نتاعنا حبيبة الغريبي اللي الحقيقة بصدد الاستعداد هي تشاهدوا في الصور بصدد الاستعداد للألعاب الأولمبية
كانت تألقت هي حبيبة الغريبي في ملتقى باريس الدولي وين فازت بسباق 300 متر موانع. تشاهدوا فيه سباق أمامكم على الشاشة. فازت حبيبة الغريبي كما قلت بسباق 3000 متر موانع وتقدمت على عديد البطلات في الحقيقة من إفريقيا. عندهم يعني كما قاعدين تشاهدوا عندهم الوزن متاعهم وعندهم كلمتهم في هذا الاختصاص. وهاكم تشاهدوا في بعض صور من السباق اللي توجد على إثر حبيبة الغريبي بميدالية يعني 3000 متر موانع. إن شاء الله حبيبة الغريبي يكون هذا أحسن تحضير بالنسبة لها في الألعاب الأولمبية. وبتبيع كل الظروف المطلوب أنه كل الظروف تتوفر لكل الرياضيين متاعنا خاصة على غرار حبيبة الغريبي اللي تقعد من مترشحين الكبار أنها تتحصل على ميدالية أولمبية. هذا هو السباق 3000 متر موانع. هذه هي حبيبة الغريبي أمامكم على الشاشة تتقدم يعني المنافسين متاعها الكل. معناتها حبيبة الغريبي يظهر لي إمكانيات كبيرة مش أول مرة تتألق. معاملين عليها ومعاملين على برشا رياضيين في الحقيقة في تونس سواء كان في يعني في ألعاب القوى ولا في السباحة على غرار البطل متاعنا بطبيعة البطل الأولمبي وسام الملولي وعديد رياضيين الأخرين. إن شاء الله نلقاو بوديوم يا حبيبة نقولوا إن شاء الله نلقاو بوديوم في الألعاب الأولمبية لندن 2012. هذا هو نهاية السباق يعني المرحلة الأخيرة. شوفوا الأكسيليراسيون تاع حبيبة الغريبي في نهاية السباق تتفوق على كل المنافسين متاعها يعني جرينتا كبيرة. وهذه هي حبيبة الغريبي. شاهدوا حبيبة الغريبي في اللحظات الأخيرة كيفاش يعني تكنيك هذا نقولوا من عند حميد حبيبة الغريبي والتكتيك يعني بتبيع كل شيء محضر فما حتى شيء بالصدفة. وهذه الفرحة متاع حبيبة الغريبي بالانتصار هذايا في الدورة هذايا كما قلت دورة باريس الدولية لملتقى باريس الدولي وين فازت بميدالية 3000 متر موانع. كما قلت إن شاء الله حظ يعني طيب لحبيبة الغريبي وكل الرياضيين متاعنا في ألعاب القوى وفي غيرها من الاختصاصات في الألعاب الأولمبية. احنا في الحصه نتاعنا نقعدوا ديما نحكيوا على الالعاب الفرديه اللي باش ننهيوا بها الحصه نتاعنا. نمشيوا الرياضه نتاع التوقيت في الحقيقه والحديث عن السباحه وحوصل البطوله الوطنيه للسباحه اللي اشتد فيها التنافس بين زوز فرق معروفه في السباحه التونسيه الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي وتوج على اثرها النادي الافريقي بالبطوله الصيفيه في تقرير زميلنا ايمن انباوي. النادي الإفريقي يتوج ببطولة تونس الصيفية للسباحة في جميع الاختصاصات والأصناف بعد جمعه 65224 نقطة وحل في المرتبة الثانية الترجي الرياضي ب 42363 نقطة وجاء في المركز الثالث نادي أولمبيكا ب 33832 نقطة. هذه المرة الثامنة على التوالي اللي نفوزوا بالبطولة الصيف مع جميع الأصناف والحمد لله يا ربي. هذا معناها ناتج عن عدة عوامل أهم الانضباط متاع العوامة متاع المدربين. احنا ستاف تكنيك متاعنا ما تغيرش عنده 5 سنوات من المدير الفني لكل المدربين. عندنا 14 مدرب و 690 يعني ليسانسي والحمد لله يا ربي. اكشفت مع النادي الافريقي كبير برشا في السباحه. بالنسبه لنا الحاجه باهيه اللي تبشر بكل خير في جمعيه النادي الافريقي اللي شهدت تالق يعني العديد من الشبان وهذا هو يعني كما نقولوا ثمره العمل والمجهودات الجباره. البطولة الصيفية عرفت غياب أبرز نجوم السباحة التونسية اللي قاعدين يحضروا الأولمبياد لندن على غرار أسامة الملولي وتقي المرابط وسارة لجنة. فما منافسة قوية بالحق بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. عناصرنا السباحين متاعنا عاموا بالكدا معناها كانوا في المستوى المطلوب وفما انا معناها نقول اللي الترجي الرياضي التونسي ناقصين منها عناصر الكبار ياسر معروفين ابطال الكبار كما اسامه ملولي اللي عام معنا سنه في بطوله الشتاء وهزينا نحن الترجي هزت البطوله سنه. سباق 200 متر على الصدر فاز به سباح الترجي وسيم اللومي بتوقيت زوز دقائق 22 ثانيه و70 جزء بالمئه وحل في المركز الثاني سامويل الترابلسي من أولمبيكا وجاء في المرتبة الثالثة محمد حسام الميلي من نادي الإفريقي. السنة نجم نقولوا ما عناش العوامة الكبار ما جاوش كما تقييم رابط سارة لجنف وسام ملولي وأحمد مثلوثي ما جاوش معنا وما نفس الحكاية قادتنا مرة هذه
ما عادش نقول السوره اللي كنت تنجم تاخذها. هذاك علاش انت رخيص السهوله باش تربح السيب؟ الحق الحق فماش كونكورون جمله في تونس، دونك ان شاء الله وتنشوفوا مع الفيدراسيون اسكو فماشي عقد نخرج لبرا. أما سباق 200 متر سباحة على صدر فتيات، نسرين الخليفاتي من الترجي تفوز بالسباق في توقيت 2 دقائق 46 ثانية و33 جزء بالمئة، وحلت سباحة أولمبيك خولة السعداني في المرتبة الثانية، ونسرين المسمودي من نادي الإفريقي في المرتبة الثالثة. عملت كورس 200 باب و 200 مغاس ورا بعضهم، تعبت. مش عاد واحد آخر ولا؟ لا حسب كملت اليوم، ديجا زوج سباح عملت لي سيري وزوج عشرية للفينال، ديجا بيانيز. وفي اختصاص 200 متر فراشة رجال، سباح مستقبل مرسى اللي يدرب خارج حدود الوطن وليد نوار يحل في المرتبة الأولى بتوقيت 2 دقائق 9 ثواني و70 جزء بالمئة، وجاء في المركز الثاني فادي الحناشي من الترجي، واحتل موسى عمر من أولمبيكا المركز الثالث. لي برومي 175 كنت الأولاني، دانيي 25 يديك وصارك معاش avec le l'acide lactique ça va être plus difficile. Faut m'a fait des hanish et برك الله عليك ان معناتها ساتي جوي 5 سنتيم. سباق 100 متر سباحة حرة، الفرح بن خليل من نادي أولمبيكا بتوقيت 59 ثانية و60 جزء بالمئة، وحالت في المركز الثاني أسماء صمود من نادي الإفريقي، والمركز الثالث النسرين ساسي من نادي السباحة ببن عروس. كان صعيب شوية السباق، تنافسنا هنا والثانية اللي ورايا، والحمد لله وقتي نفسه، عودت نفس وقتي، عمت في إسبانيا عودت هواء. نقعد ديما في أجواء السباحة والمسابح، ومدام نحكينا على الأبطال الأولمبيين، نشاهدوا في التقرير التالي للزميلة سهير العبيدي وصول البطلة الأولمبية. هي مرتين في الحقيقة بطلة أولمبية، عندها ميدالية ذهبية مرتين في الأولمبياد. البطلة هذه من أصل زيمبابوي اسمها كريستي كونفيرتي. البطلة ذي جات من أجل الإعداد في تونس للأولمبياد لندن 2012، اختارت المسابحة التونسية من أجل الإعداد والاستعداد. بطبيعة الدعوة جاتها من البطل متاعنا أسامة الملولي. نشاهد صور وصول البطلة ذي وش حكيت في الميكرو بتاع قناة حنبال من أجل الإعداد للأولمبياد، ثم نعود. السباحة كريستي كوفنتري بطلة أولمبية وعالمية من زيمبابوي تشارك للمرة الرابعة على التوالي في الأولمبياد. تختار تونس للقيام بتحضيراتها لأولمبياد لندن عملا بنصيحة السباح العالمي أسامة الملولي. الفكرة جت من عند السباحنا العظيم أسامة الملولي اللي هو بطل أولمبي، والأخت كريستي بطلة أولمبية، واللي تعال بالنسبة لي نحن بالنسبة للسباحة ما عادش عندنا حق في افاق اخرى الارقام العالميه. You know, Usama Luli has been very successful in the past and hopefully again in London. And so it's just I've seen in the past how the swimming community of Tunisia are very supportive of him, and that's always nice to see, and they've been so welcoming towards us, so we're very excited. كوفنتري حلت صباح الأحد الماضي بمطار تونس قرطاج مرفوقة بطاقمها الفني وعائلتها، وإن كان في استقبالهم رئيس وأعضاء جامعة السباح. إلى جانب نصيحة الملولي، فإنه عمل المناخ والتسهيلات اللي لقتها كوفنتري خلت طاقمها الفني يوافق على اختيار تونس. The proximity to London, it's close. The weather is wonderful, and we have we know some people who are swim here in Tunisia with Usama Malouli, and we've always felt like the federation has been very friendly and welcoming, and it's been very true so far. They've been very accommodating with pool time and the hotel and helping us to get here. It's been wonderful. So we just wanted a place that would be easy and a place where we could relax before the competition begins. My first time here, and we're going to go and see the pool a bit later, but we've seen pictures and we're very excited just to be here. And I think just to be somewhere in Africa and get to experience the culture and the food, and it's going to be really good before we go into London.
الجامعة التونسية للسباحة باش توفر كل مستلزمات النجاح لها التربص وباش تولي بطلة زيمبابوي عناية خاصة. احنا حضرنا رواحنا من كل النواحي وماك تعرف الرياضة هذه حساسة جدا، حضرنا من ناحية الفنيات موجودة، من ناحية المرافق إن شاء الله موجودة، من ناحية الإقامة متاحة إن شاء الله موجودة على أحسن مهورام. تحضيرات خاصة من ناحية المسبح باش على الأوقات متاحة، وبالنسبة للإقامة في وسط المسبح يعني مكتب ويزم يعني تجهيزات خاصة لها هي باش نجم تتمرن مليح. قدوم كوفنتري لتونس باش يمكن سباحين من الاحتكاك بسباحة من تينا خاص والاطلاع على تحضيرات بطلة من الحجم الثقيل. I've managed to win 7 medals at the Olympic Games in 2004 and 2008 and I'm here going for my 4th Olympic Games and doing my training camp here in Tunisia back in Africa, so I'm very excited. باش نحضروا بعد سباحين يتمرنوا في الأوقات متاعها باش يشوفوا نوعية التمارين اللي باش تعملهم. تواجد بطلة عالمية أولمبية في تونس رغم تابعه الرياضي فإنه باش يكون له أثر إيجابي على السياحة التونسية نظر الإشعاع والصيت الكبير لها السباحة على المستوى العالمي. السباحة هذه تتدرب في أمريكا وعند العودة متاعها في أمريكا باش تحكي شنو اللي صار لها في تونس وشنو كذا شنو الإقامة شنو البلاد من ناحية المناخية من ناحية حتى المرافق اللي عندنا في تونس باش تشجع الناس وتشجع كل السباحين والرياضيين الموجودين حتى في أمريكا يولي يفضلوا جول تونس. هي تتمرن في التكساس في 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 أمريكا باش نشوفوا آفاق أخرى من ناحية السياحة ولو بعيدة برشا لكن فيها بس فيها سمعة تونس وإن شاء الله إن شاء الله كل شيء يتعدى لاباس. الأكيد أنه كل ما نتمناه هنو البطلة هذه وغيرها من الأبطال التونسيين ومضبينا بطبيعة الأبطال على المستوى العالمي يجيوا يحضروا في تونس هذا من نجم كان يدعم السياحة التونسية ويأكد أنه عندنا مرافق تخليهم يحضروا الأبرز وأهم المواعيد الرياضية. احنا نقعدوا ديما في رياضة يعني رياضات المائية باش نمشيوا نشاهدوا نهائي البطولة الوطنية للكرة الماء بين نادي السباحة بن عروس والنادي الإفريقي، ثالث بطولة على التوالي لنادي السباحة بن عروس بعد انتصاره على النادي الإفريقي 10-9 بعد تمديد الوقت مع زميلنا أيمن أنباوي. نادي السباحة ببن عروس بطل تونس لكرة الماء للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الإفريقي 10-9. نادي بن عروس المعزز بثلاثة لاعبين إسبان أخذ الأسبقية منذ بداية الجزء الأول، علما وأن كل جزء من المباراة يدوم 8 دقائق والمباراة ككل فيها 4 أجزاء. وتميز 8 دقائق الأولى بصفة خاصة اللاعب شارلي بن رمضان ابن المدرب المنتخب الوطني بتسجيله 3 أهداف منحت فريقه الأسبقية. الأفارقة حاولوا العودة في النتيجة لكنهم وجدوا أمامهم الحارس المتميز أيمن لقديدي اللي تصدى العديد الكرة الصعبة لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي بن عروس 5-2. بداية الجزء الثالث عرفت استفاقة زملاء الحارس خليل البجاوي اللي بتصدياته المتالية ساعد فريقه في العودة في النتيجة، هذا إلى جانب تألق أجنبي الأحمر والأبيض أرنو جابلون ليعود الإفريقي في المباراة ويعدل في مناسبة أولى قبل أن يأخذ الأسبقية 6-5. نادي بن عروس تمكن من التعديل وتصبح المباراة هدف بهدف حتى ثوانيها الأخيرة، وقبل 5 ثواني من نهاية المباراة تمكن الأفارقة من تسجيل هدف الانتصار لكن الحكم ألغاه بداعي أنه لاعب الإفريقي متواجد داخل منطقة زوز أمتار. القرار أثر سخط وغضب مسؤولي الإفريقي ولاعبيه وهددوا بمغادرة المسبح ليحتكم الفريقين للحصص الإضافية، وكل حصة حسب قانون الوتر بولو دوم 3 دقائق. الحصة الإضافية الأولى ما جاتش بجديد وبقت النتيجة متعادلة 9-9، وفي 3 دقائق الثانية تمكن الإسباني كارلوس ألفونس من اختطاف هدف الانتصار لفريقه ليتوج أبناء رضا الغربي بلقبهم الثالث على التوالي، وسط سخط كبير من مسؤولي ولاعبي الإفريقي على قرار الحكم. اليوم ورينا لكرة الماء معناتها مازالت حية في تونس وعندها مستقبل كبير وخدمة قاعدين نخدموا كسوا بن عروس ولا بن زارت ولا نادي الفريقي ولا مستقبل مرسى. ظهرنا لي في كرة الماء مازالت معناتها قوية في تونس وراجعة بقوة للماتش. وي خسرناه خاطر غلطة معناتها تحكيمية
قاسية جدا في آخر المقابلة نمركيو هدف الفوز ومالوريزما الأربيتر يرفوز لو بيت 3 سكوند يرستي زفد الأربيتر 2 متر في اللغة نتاعنا معناها أورجو هو مش أورجو مي بون سا في بارتي دو جو الغالب الأربيتر هما زوز المفروض يشوفوها ما شافوهاش وصلنا برولونغاسيون احنا فيزيكمون نيتي ان بو موان فري هما كلهم لاعبين تيكيب ناسيونال فهمت احنا سنا وين عملنا جمعيه ورجعنا وين عملنا الواتر بولو ان فيت ورجعناه وبالنسبه لنا احنا ربحين خاطر وصلنا الفينال كناش نستناو باش تعدى صعيب هكا الحق ما نكذبش عليك في بالنا باش ناخذ سكور من الاول فما جوارات ما كانوش في نهارهم اليوم الله غالب عندنا جوار اللي هو ديسيزيف اللي هو ديسيزيف معناتها النيميرو 10 نتاعنا بشير بن شويخه اللي مستانس يعطي ليكار لليكيب معناتها يعطيها البلوس ليكيب اليوم ما كانش في نهار ماتش كان سيري من الاول حتى الاخر هو وتوقعنا باش يكون صعيب الماتش خاطر فينال شامبيونا ماهوش ماتش سي ماهوش دومي فينال ولا ماتشات بلاي اوف توقعنا باش تعدى صعيب ياسر الحمد لله واحد في الاخر حتى واحد ما كانش في نهار واصحابه كانوا معناها حاضرين في فورما والمهم احنا نربحوا معناها مش واحد في نهار ولا مش المهم ربحنا وهزينا الشامبيونا ثالث مره على التوالي مبروك على نادي بن عروس تتويجه ببطولة يعني كرة الماء احنا من كرة الماء نمشيو لكرة اليد في الحقيقة هي معناتها حفل استقبال كانت منظمته رابطة الوسط لكرة اليد على شرف يعني الفرق المتوجة وين كان حاضر زميلنا فخر الدين ساسي وجاب لنا صورة التالي نظمة رابطة الوسط والوسط الشرقي لكرة اليد حفل بالمهدية قامت خلاله بتكريم العديد من الفرق المنضوية تحتها بعد أن توجت موسمها بالحصول على عديد الألقاب في مختلف الأصناف الفرق المتوجة هي مدارس وأداني سبورتينج المكنين وأداني مكارم المهدية وأصغر اتحاد صيادة وصغريات الجمعية النسائية بتبولبا وكبريات الجمعية النسائية بالساحل وكذلك الأمل الرياضي برجيش كما تمكنت ثلاث فرق من تتويج الموسم بتحقيق الصعود وهي أولمبيك مساكن ونادي كرة اليد بجمال والنسر الرياضي بتبولبا جيت في وقت باهي قبل ما زيت معناتها في وقت راحة قبل ما نرجعوا للتحضيرات نتاعنا تشجع جمعيات باش يحاولوا يزيدوا يخدموا أكثر من قبل وإن شاء الله من حسن إلى أحسن الفكرة هذه على إثر التتويجات اللي صارت وخاصة ونأكد معناها في كافة الأصناف معناها من الكبريات والأصاغر والصغريات والأداني والمدارس معناها هذا باش يظهر الخدمة الكبيرة اللي نقوموا بها في رابطتنا كسوا على المستوى معناها تأطير الجمعيات وكذلك معناها حتى على ونا بروغراميه حتى مع النوتر معناها لونتونور ريجيونال نتاعنا سي سامي ونا في حتى دي ستاتستيك وقمنا بخدمه كبيره اللي باش نقترحوها حتى معناها العام الجاي حفل التكريم شمل كل هذه الفرق بالاضافه الى بعض الوجوه الرياضيه على غرار رئيس الجامعه كريم الهلالي ورئيس رابطه الوسط سابقا والعضو الحالي بالجامعه عدنان العويان نشكر انا رابطه الوسط والوسط الشرقي على البادره هذه اللي حابه توج من خلالها أندية الجهة اللي يتألقوا في المسابقات الجهوية الوطنية ما إلا بادرة ممتازة من شأنها باش توطد علاقات الأخوة ما بين أفراد عائلة اللعبة هذه عائلة كرة اليد هي ديما عائلة وإحنا ديما شعارنا هو العائلة قبل كل شيء أشكر جماعة كرة اليد وخلقت في جماعة كرة اليد وبادرة ممتازة وإن شاء الله تتكرر والإنسان يشعر بجني الثمار متاع بنته فين وصلت في أي مستوى دولي فمت متواجدة حاليا هي في الخارج فمت في التشاك في بطولة عالم وأعيد وأكرر تحية الشكر إلى جامعة كرة اليد رابطة الوسط والوسط الشرقي هي رابطتي هي اللي تعلمت فيها التحكيم وخرجت منها على يد برشا فهمتي مؤطرين وانا توا هذيك سنة الله في خلقه وانا توا فهمتني اعتزمت الاعتزال متاع كرة مع اعتزال التحكيم تبقى باش نقعد في ميدان التسيير والتكوين وتأثير الشبان
آخر روبورتاج بتشاهدوه في حصة الليلة هو نهائي كأس تونس لكرة القدم داخل القاعات مقابل جمعة نادي كرة القدم ببوجعفر. في الحقيقة فريق عنده يعني تقاليد كبيرة في كرة القدم داخل القاعات، فريق حي الرياض الرياضي، هو دربي الساحل، دربي سوسة في الحقيقة، لكن الخبرة غلبت الطموح. الفريق متاع حي الرياض الرياضي تعرفوه فريق شاب مازال كي يطلع للمعنطة للقسم الأول. كما قلت لكم نادي بوجعفر يتوج بكأس تونس. في الصورة التالية زميلنا مالك ساسي. توج اليوم العشية نادي كرة القدم بوجعفر كأس تونس لكرة القدم داخل القاعات بعد انتصاره على فريق الرياض الرياضي خماسية كاملة. دربي سوسة في الفوتسال واللي دار بقصر الرياضة بالمنزه عرف تسابق وتلاحق منذ انطلاقه، شهدنا فيه مستوى فني كبير بالرغم من عدم تكافؤ موازين القوى بين الفريقين. 10 دقائق على انطلاقة اللقاء نادي كرة القدم بوجعفر ياخذ الأسبقية بعد رأسية وليد مسلاتي. نادي الرياض يخرج للهجوم في محاولة للتعديل، لكن القائم كان في كل مرة حاضر أمام تصويبات الكابتن عادل الكحلاوي. تسديدة قوية من إبراهيم الزلفاني، كورته على الخط يخرجها مضر المعروفي ويستغل تقدم حارس الرياض ويضيف الهدف الثاني. بعد 2 مخالفات على القائم، المخالفة الثالثة يتمكن على أثرها عادل الكحلاوي من تذليل الفارق لصالح فريق الرياض. الشوط الثاني يدخل فريق بوجعفر بقوة وتمكن منذ بدايته من تسجيل الهدف الثالث ثم الرابع فالخامس باش يحرز بعدها الانتصار على كأس تونس. فمبروك لنادي بوجعفر وتحية شكر جمعية الرياض الرياضي اللي تمكن من الصعود في هالموسم إلى القسم الوطني وكذلك وصوله إلى الدور النهائي بعد إزاحته فرق لها سيت كبير في الفوتسال. 14 ماتش 14 فيكتوار وتو فينال كوب وما حالفناش الحظ والحمد لله، نقولوا سمو دو احنا نجحنا بالقد السيزون هذه ومشكورة احنا بقى على التغطية هذه. كان ماتش صعيب ولكن وفاه بوعود والحمد لله، معناتها دار فيها جوة طيبة والروح الرياضية كانت منتصرة. واحنا على كل حال بريسك معناتها قراب لبعضنا برشا برشا، نقول لهم مبروك بالمناسبه وان شاء الله احنا في فرصه قادمه ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. ماتش اليوم ينطبق عليه الخبره والطموح، اليوم الخبره غلبت الطموح، لا محاله هما نتاعنا ولاد بلادنا لكن الله غالب، هذيك هي الكره. الاكسبيريونس ما عملتش معناتها يمكن الفرديات والنيفو الموجود في بوجعفر 8 ملاعبيه فرد نيفو، هذاك اللي عطيه البلوس على الرياض الرياضي اللي عندهم 5 النيفو نتاعهم بي وباقي متوسطين. موك تعرف ديما ماتش كوب صعيب والمهم القليب، وراك شفتوا كيفاش بارتيت عادات حلوه برشا وريح رياضيه كبيره، واحنا عندنا شويه خبره عليهم، هو مازال جمعيه معناها مازالوا كي تاسست سنه طلعوا سنه للناسيونال وترشحوا الفينال ديجا اكسبلوا، ما احنا عندنا توا 5 ولا 6 سنين وتعبنا عليه برشا الكوب هذايا. كما كنتوا تشاهدوا انتصار وفوز نادي بوجعفر بالكاس، وبالطبيعه في حنا بعض السبور ما يفوتكم شيء. الصوره هذه يعني المقابله هذه دارت مساء اليوم، يعني في ساعه عملنا المونتاج وجبنا الصوره هذه وكبنا افراح نادي بوجعفر بالتتويج نتاعو. وانا باش الحصه نتاعي بزوز اخبار، الاول ماهوش صار في الحقيقه، هو فما اخبار ولو انها مش مؤكده مازال معناتها ما تمش الاتخاذ القرار النهائي. الاخبار الاول هو في كره اليد، يعني اخبار حول ابعاد 2 ملاعبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي على المشاركه في الالعاب الاولمبيه، هما عصام تاج ومحمود الغربي. يعني مشاكل هذول نتاع انضباط في المنتخب الوطني التونسي، ولو اني نقول ديما انه الاخبار هذا في انتظار التاكيد من يعني الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي والجامعه التونسيه لكره اليد. فما خبر صار نحب ننهي ديما بالاخبار الساره، خبر صار زوز يعني مصارعين توانسه باش يمثلوا تونس في الالعاب الاولمبيه، هما مروه العمري في وزن 55 كيلوغرام وزياد اي
أثليت أكرام في وزن 74 كيلوغرام كانوا شاركوا في ملتقى يعني كبير، هو ملتقى معروف، ملتقى إسبانيا للمصارعة، وتحصلوا على زوز ميداليات برونزية، وذا يظهر لي ما ينجم كان يحفزهم زوز مصارعين ذوما إنهم يعملوا نتائج طيبة في الألعاب الأولمبية، وذا اللي نتمناوه. أنا هكا بزوز أخبار ذوما كنت نهيت الحصة متاعي، لكن نعطيكم موعد غدوة مع برنامج بالمكشوف يوم الثلاثاء كما العادة سهرة الرياضة على قناة حنابعل مع زميل لبيب الصغير. عديد المواضيع، فما استضافة لرؤساء القائمات المترشحة للرابطة الوطنية لكرة القدم، أيضا استضافة السيد لطفي عبد الناظر من لجنة دعم النادي الصفاقسي من أجل الحديث عن الوضعية الحالية للنادي الصفاقسي والرئيس المرتقب للنادي الصفاقسي، تحقيق حول نجم بن خلاد اللي خرجت اخبار عن خروج يعني مغادره الملاعبيه نتاعو والاطار الفني والمدرب للفريق ذي في المده ذي في الفتره الاخيره، وتحقيق بخصوص مغادره المدرب شهاب الليلي للمنتخب الوطني للاواسط والتحاقه بالاتحاد المونستيري. برشا مغادرين وبرشا يظهر لي مواضيع اخرى باش تهدوها في حصه غدوه من بالمكشوف. انا باكر نكون انهيت الحصه معاكم، وما بقى لكم شو قولكم، بقيت سهرة ممتعة على قناة حنابعل. تصبح على خير.